في الحقيقة في أخبار كتير جدا عن انتعاش موسم السياحة الشتوي، وخصوصا في الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ. والحقيقة أن الأجواء الشتوية في مصر بتستهوي قطاع كبير جدا من الجنسيات المختلفة، وتحديدا الجنسيات الأوروبية، وخصوصا أن احنا عارفين أن عندنا في مصر الشتاء دافي وأسعار الفنادق معقولة جدا، إذا يعني ما قورنا بالمنافسين بتوعنا. علشان كده الموسم الشتوي بيكون فرصة كويسة جدا لكل السياح إنهم يأتوا إلى مصر ويستمتعوا بطقس مصر خلال هذه الأيام. حقيقة مصطفى، يعني كلنا عارفين أنه طبعا أوروبا يمكن الشرقية والغربية هم أكثر الجنسيات قدوما لمصر. يمكن كمان امبارح كان في تقرير في صحيفة الديلي ميل البريطانية بيقول أن مصر هي ضمن قائمة أكثر 10 وجهات سفرا لدول أجنبية بيبحث عنها البريطانيون بالذات على محرك البحث جوجل. البريطانيين بيبحثوا عن الوجهات السياحية اللي بيقدروا يقضوا فيها رحلتهم، خصوصا الدول اللي بتوفر ليهم أجواء آمنة وفيها معالم أثرية فريدة زي اللي عندنا طبعا في الأقصر وأسوان. وكمان هم أكيد بيدوروا على مكان يقدروا يقضوا فيه الشتاء بجو دافي، ويمكن ده اللي بتميز عندنا في سيناء. يعني يمكن كل الخبراء الأثريين أو السياحيين يعني بيقولوا أن البحث عن الأثار أو السائح اللي بيأتي للمحافظات الأثرية ما بيتعداش يعني نسبته حوالي 20%، وده بيبقى تحديدا سائح يعني من عمره كبير، وبيكون بشكل عام جاي مخصوص لهذا الأمر. بس أنا عايز أقول إن مش بس المحافظات الأثرية اللي بيكون عليها إقبال من السياح، كمان أيضا المدن الساحلية. يعني عندنا شرم الشيخ، عندنا الغردقة، عندنا مرسى علم، بيكون فيهم طقس مميز في أغلب الأيام، بيكون فيهم هدوء نسبي في حالة البحر، عشان كده بيكون فرصة كبيرة جدا وإقبال كبير جدا على الشواطئ والرحلات البحرية على شواطئ هذه المدن، عشان يعملوا سنوركلينج، بيعملوا دايفينج، ينزلوا يشوفوا الشعاب المرجانية، يستمتعوا بالأجواء اللي يمكن خلال أيام الشتاء دي بتبقى في بلادهم يعني صقيع وتلج وبرودة شديدة جدا، لكن هم بيجوا هنا في مصر بيستمتعوا بكل هذه الأجواء. يمكن ده اللي بيميز مصر، ان احنا عندنا طول الوقت جذب او عامل جذب للسائح. احنا عندنا في الشتاء الأقصر وأسوان، وزي ما انت يا مصطفى كنت لسه بتحكي دلوقتي انه كمان في سيناء، في شرم الشيخ، في مرسى علم، في الغردقة، الجو الدافي بيجذب السائح اللي هو في بلده يمكن الشمس ما بتطلعش فعايز يروح يقضي الشتاء في مكان دافي شوية. عندنا السياحة العلاجية، يمكن عندنا سيوة كمان عامل جذب كبير جدا لنوع معين من السياح. عندنا في الوقت ده كمان سياحة المؤتمرات وغيره وغيره، عندنا انواع كتيرة من السياحة وليها عامل جذب كبير جدا للسياح من مختلف انحاء العالم. طبعا احنا لسه في نص الموسم الشتوي، وان شاء الله الاقبال هيكون اكبر في الايام الجايه، لان كل ده بيعمل حاله من الرواج في المدن السياحيه. وطبعا السياحه بتوفر للبلد عمله صعبه، بتوفر فرص عمل كتير. ف يعني احنا الفتره دي احنا بنحب دايما نبتدي كده يومنا باخبار حلوه، ويمكن دي من الاخبار اللي كانت حلوه جدا وحبينا ان احنا نشارك حضراتكم فيها. لسه هنتابع مع بعض في الموسم او بقيه الموسم السياحه هتبقى عامله ازاي، وان شاء الله يبقى فيه اقبال اكتر. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح عليكم.